حبيبي تفضل. انا بالنسبه لي اطرح اعرف لكم احنا عندنا دقيقه جمريه. دقيقه جمريه منتشر في الحمد لله والفضل لله والمنه في كل مناطق المملكه ما شاء الله. ممكن نطرح اما في الطائف ممكن اطرح عرض جمريه ملكيه. أيه؟ بس في مدينه الطائف جمريه ملكيه. ايش مكونات الجمريه؟ هذه الجمريه الملكيه. هذه ملكيه زي كذا بهالشكل. اي نعم. طيب المخرج لنا المقطع جاهز حق الجمريه. بسم الله. اذا جاهز عرض الله يسعدك. ابدأ بالأول. هنشوف المقطع الآن على الشاشة. طيب. هذا شو هو؟ هذا البلاط. تقريبا 200 درجة. البلاط هذا ممكن في ناس كثير يروحون للبلاط هذا شفت الثاني. ويشتغلون عليه وهذا شديد الانفجار خطير جدا. هذا بلاط. المزايكي البلاط الابيض هذا. الابيض اي اذا بتشتغل اشتغل على البلاط الفخار الحراري يتحمل درجه حراره 200 درجه يعني اسمه الفخار الحراري. الحراري هذا خاص بالافران وبالمطابخ. أيوة وبالمطاعم. اذا اشتغلت عليه لازم تسخن الارض تعطيها وقت كافي. لازم يكون عندك الجمر. انا بالنسبه لي كثير يشتغلون بالحطب انا اشتغل بالجمر. الجمر يكون على هذا اي هذا في مقطع قبل. أيه؟ بس هو ما نزله المفروض ينزله قبل. أيه؟ حق الجمر فوق الارض بعدين يتنظف الارضيه هذه وتنفرد العجينه بالشكل اللي انت تشوف. طيب جميل. يعني اقصد ان تفرد الجمر على الجمر البلاط. اول شيء تولع الجمر فوق البلاط هذا. أيه؟ تخليه يسخن الارضيه لان البلاط هذا يتحمل درجه حراره. بعد ما تحس كم يجلس والله شوف انا انسان اشتغل بالفطره فهمت. أيه؟ بالوقت هذا مره ما حسب ناري اعرف ان الارض هذه سخنت ولا لا. يعني ممكن غالبا في حدود من النص الساعة وفوق. أه. أي عشان تسخن الأرض ممكن لو زدت تكة ممكن تنحرق عليك الجمرية من تحت. طيب بعد كده تغطيها وتسيبها عاد من فوق. هي سبحان الله فوق وتحت خلاص كلها الأرض حارة من تحت فتستوي من فوق وتحت نفسها. التغطية بإيش؟ بالغطاء. الغطاء هذا يسمونه هذا ينوجد عند حقين الطباخين حق القدور الكبيرة حق اللحم. أيوة يسمونه الطشت هذا. تمام. تحط عليه جم؟ اي اكيد. دحين بتشوف في المقطع الثاني. شوف المقطع اللي بعده. لا هنت. تحط الجمر عليه. اي تحط الجمر عليه. يصير حراره من فوق وحراره من تحت. حراره من تحت. كم الوقت؟ يمكن هذا في شوف انت انا عندي نوعين. في نوع اللي هو الساده نفردها سميكة وهذه ما تاخذ وقت. هذا المقطع الان. يا سلام. هذا التنظيف هو عكس ال هذا بعد خلاص سخنت الارض الحين نشيل الجمر وننظف الارض بالمنفاح. هذا بعد ما سخنت الارض. اي هذا بعد ما تسخنت الارضيه. وبعد كذا فردت عليها العجينه. بعد الحين نفرد العجينه. بعد التنظيف. نعم. طيب بعد ولا قطع كلامك بعد لان عندك زي هذه الملكيه بتكون منفوشه فهذه تحتاج أيه؟ وقت اطول على في النار. يعني تكون يعني بعد ما تتحمر ممكن اخلي رماد. أيه؟ ودرجه حراره يعني شويه عشان تاخذ وقت كذا من الداخل تستوي. دحين تقصها تلقاها زي الكيكه من الداخل. غالبا في حدود كم تبقى في النار؟ والله انا اسيبها اروح اشتغل على السمن وعلى الجبنه وعلى الاشياء هذه واسيبها وقت اثنين خلاص وقت اني اشيلها على الصحن واجهزها تكون هي تاخذ 10 دقائق. تاخذ وقت اكثر اكثر اكثر. اعطيها نص ساعه. انا اعطيها نص ساعه. اي خليها تحت على رماد يسمونه الرماد. أيه؟ فوق الغطاء يعني فتسخن من الارض ومن فوق على مهله يعني تستوي. اما النحيفه والساده هذه ما تاخذ وقت. يعني في حدود كم النحيفه يعني خلاص من يوم تحمر هذيك تعرف انها هذه في حجم حق البيتزا صح؟ لا لا لا, لا, لا السماكه كذا. السماكه؟ اي اكثر من هذه. اي اقل من هذه طبعا. هذه ساده ترى اللي دوبها في العرض. هذه ساده. هذه ساده. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب. حقيقه انا ايش تبغى عرض يا ابو روان؟ حنا جاهزين. ايش تبغى ننزل لمتابعين القناه؟ ابشر من عيوني. ايش المنتجات اللي عندك؟ انا والله شوف عندي الساده وعندي الملكيه وعندنا في فروع طبعا منتشر. ترى الدقيق حقنا دقيق مره فاخر ما شاء الله ويستخدم لكل الاستخدامات في عندي ما شاء الله تبارك في مناطق المملكه. اي نعم عندنا جده نغطي مكه وجده والطائف والشحن لمناطق المملكه الباقي. جميل جدا. ايش الدقيق معاي في السياره ذحين؟ ابشر به. اي بور بس خلطه عن تجارب على الارض يعني النوع طيب. يعطيك العافيه. الله يسعدك. يعطيك العافيه. طيب نرجع. شكرا لك حبيبي. يعطيك العافيه. صراحه استمتعنا.